بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعد كده: How do you handle exceptions in Kotlin coroutines؟ ازاي بتتعامل مع الاكسبشنز في الكوتلين كروتينز؟ In Kotlin coroutines الاكسبشنز are handled باستخدام التراي كاتش بلوكس او باي propagating them to the caller using باستخدام الثرو throws exceptions declaration تعريف throws in function signatures. When using coroutines you can handle لما بتيجي تستخدم الكروتين تقدر تتعامل مع الاكسبشنز within the coroutine itself جوه الكروتين نفسه حلو or handle them in the calling code او تتعامل معاهم عن طريق to call code تستدعي كود باستخدام التراي كاتش بلوك. If an exception is not caught within the coroutine لو الاكسبشن ده اصلا ما قدرتش تعمل له ديتكشن جوه الايه كروتين it will be propagated to the caller. ادي suspended function اسمها perform task جواها ايه جواها تراي وكاتش بلوك. هتبرفورم تاسك معينة ذات may ممكن التاسكاية دي تثرو ايه تثرو اكسبشن حلو الاكسبشن ده هديتكتو جوه الايه جوه الكاتش بلوك هاندل يتعامل مع الاكسبشن ده حلو وجوه الفانكشن main قلت equal run blocking حلو عشان دي suspended function فلازم استدعيها within coroutine scope فناديت على run blocking وقلت له try to perform a task ما قدرتش تتعامل معاها او ما قدرتش تديتكت الاكسبشن اعمل لي كاتش للاكسبشن هاندل ذا اكسبشن فروم ذا كروتين من خلال الايه الكروتين ان ذا اكزامبل في المثال ده البرفورم تاسك فانكشن عباره عن سسبندنج ايه فانكشن عشان عرفتها بالموديفاير اللي اسمه سسبند حلو ذات مي ثرو ممكن تثرو ايه تثرو اكسبشن حلو inside the function جوه الفانكشن استخدمت try وكاتش بلوك عشان يتعامل مع اي exception ممكن يحصل that occur حلو in the main function جوه بقى المين فانكشن we invoke استدعيت الفانكشن اللي اسمها perform task جوه ايه جوه try وكاتش بلوك برضو عشان يهندل يتعامل مع any exceptions اي exception ممكن يحصل من الكروتين handling exceptions in coroutine التعامل مع الاكسبشنز في الكروتينز follows the same principles بيتبع نفس المبادئ as handling exceptions في كأنك بتهندل بتتعامل مع exceptions in regular code في كود عادي باستخدام try والcatch block عشان تcatch and handle specific exceptions تcatch أو تتعامل مع أي exceptions معينة أو محددة. What is a flow in Kotlin coroutines؟ إيه هي الفلو في الكوتلين كروتين الفلو في الكوتلين كروتين is a called asynchronous stream of data that can emit multiple values over time تقدر تيميت اكتر من قيمة عبر الوقت حلو it is designed صممت to handle sequence of values عشان تتعامل مع مجموعة من القيم او مجموعة متسلسلة من القيم بيتم التعامل معاها بشكل غير متزامن that are computed asynchronously and lazily flows are similar to sequences but they are asynchronous شبه السيكونسز بس هي asynchronous غير متزامنة and can handle potentially infinite sequences of data يعني ممكن تتعامل مع مجموعة من السيكونسز التسلسلات بإنفينايت يعني عدد لا حصر له زي بروفايد بيلت إن أوبريتورز جواها بيلت إن أوبريتورز عشان تترانسفورم وتكومباين الداتا ستريمز عشان تقدر تحول وتدمج تدفق الايه البيانات ادي اللايبرري بتاعت الكوتلين كروتينز اكسس جواها دوت فلو function اسمها fetch data حلو بتساوي flow عملت loop هيعد من واحد لحد خمسة وبعد كده يديلي لمدة ثانية وبعد كده يقمت الايه الاي اللي هي القيمة function المين طبعا قلت equal run blocking و fetch data dot map it
multiply to وبعد كده dot collect value وبعد كده print len ال value. In the example في المثال ده عملنا ايه؟ ال fetch data function، ادي ال fetch data function دي هترجع لي ايه؟ هترجع لي flow، الفلو ده هي emits ال values من 1 لحد 5 with a delay بتأخير لمدة ثانية ما بين each emission، ما بين كل واحدة والتانية. حلو؟ we use the map operator، استخدمت الاوبريتور اللي اسمه map عشان يترانسفورم each emitted value، كل value حصل لها emit by multiplying it by 2، عن طريق ان هو يضرب القيمة في 2. كل emit value هنا هيقوم ايه؟ عمل لها multiply كام؟ multiply 2 عن طريق الاوبريتور اللي اسمه map. حلو؟ finally اخيرا we collect، بنجمع ون print each transformed value، كل value حصل لها transform باستخدام ال collect terminal operator. الفلوز provide a declarative and composable way to work with asynchronous data streams. يبقى الفلو وفرت لي طريقة جيدة اقدر اتعامل معاها او اتعامل بيها مع تدفق البيانات، allowing for efficient and flexible data processing in coroutines. ده هيسمح لي بمعالجة البيانات بمرونة وكفاءة جوه الايه؟ جوه استخدامي للكروتين. حلو؟ يبقى باختصار الفلو asynchronous stream of data، تدفق للبيانات بشكل غير متزامن. حلو؟ ذات كان emit، يقدر يemit اكتر من value في اوفر تايم، وصمم عشان يهاندل يتعامل مع مجموعه من الفاليوز اقدر اعمل لها ترانسفورم لقيم تانية من خلال استخدام اوبريتورز معينه. حلو؟ طيب explain the concept of lazy initialization in كوتلين. ايه مفهوم الليزي initialization في الكوتلين؟ والسؤال ده بيتسال كتير، واوقات بيقول لك ايه الفرق ما بين ال الانيت والليت انيت والليزي. حلو؟ طيب الليزي initialization في الكوتلين is a technique، هو تكنيك بستخدمه where a property is not initialized، يعني البروبرتي اللي انا بعرفها دي مش هيحصل لها initialization until، لحد لما its value is accessed، يعني القيمة بتاعتها انا وصلت لها for the first time، لأول مرة. It helps، ده بيساعدني في ايه طيب؟ It helps in optimizing resources usage by deferring the initialization process until it is actually needed. يعني ده بيوفر في استخدامي للحاجة لحد ما يجي وقتها الفعلي اللي انا هستخدمه. حلو؟ عشان ما يعملش initialization في الذاكرة لحد ما يجي الوقت اللي هيتم فيه استخدام الحاجة دي. lazy initialization is typically used for properties، لخصائص that are computationally expensive او require expensive resource allocation where it is unnecessary to initialize them immediately، يعني غير ضروري ان انا اعمل لها initialization دلوقتي حالا على الفور. حلو؟ ادي val expensive property. حلو؟ string by نوعه string، وبعد كده قلت by lazy. هنا expensive initialization code initialized value. function main println before accessing property، قبل ما access property، وبعد كده println expensive property، property access triggers initialization، بعد كده println after accessing، يبقى before و after وما بينهم ال expensive property بتاعتي اللي عرفتها من خلال lazy. طيب في المثال ده ايه اللي حصل؟ in the example في المثال ده ال expensive property is declared، عرفتها باستخدام using the lazy delegate. حلو؟ طيب the initialization code is provided as a lambda expression. حلو؟ يعني عن طريق اللامدا اكسبريشن عملت الانيشاليزيشن، which will only be executed، الاكسكيوشن التنفيذ بتاع الانيشاليزيشن ده
هيتنفذ فقط when the property is accessed، لو وصلت للproperty دي for the first time، لأول مرة. In this case، في الحالة دي ال initialization code is executed and the value initialized value اللي هي دي حلو is assigned to the property. Subsequent access to the property will return the already initialized value. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو اول مرة حصل initialization للفاليو دي وجيت استدعيتها تاني subsequent access للproperty دي، هترجع لي الفاليو اللي already حصل لها ايه بالفعل initialization، مش هتعمل initialization من اول وجديد. الذي initialization is useful، مفيد for optimizing performance، هيحسن الاداء، لان كل شويه بقى عمال على بطالها هفضل اخد new instance واحجز مكان جديد واعمل initialization جديد، فبالتالي ده هيحسن البرفورمانس. اند resource usage، استخدام للresources اللي عندي، especially خاصه for properties، لخصائص that are not frequently accessed، properties مش بيحصل لها frequently accessed او have expensive initialization logic، ليها logic في ال initialization بتاعها expensive، يعني هي مفيدة جدا في ال properties اللي مش بيحصل لها initialization بشكل متكرر. حلو. طيب what is the scope function let in Kotlin؟ ايه هو ال scope function let في ال Kotlin؟ The scope function let في الكوتلين is used to execute، عشان ينفذ block of code، block من الكود on an object and provide a temporary scope، scope مؤقت for accessing its properties، عشان يقدر يوصل للproperties اللي موجودة والfunctions اللي موجودة. It allows for more concise and expressive code when performing operation، لما بتيجي تنفذ عمليات على nullable object او to apply transformations. let function takes the object، تاخد الobject كreceiver، حاجة بتستقبلها، and provides it as an argument، وبتدي كargument للambda a expression. inside، جوه بقى lambda expression you can perform operations، تقدر تنفذ عمليات على الobject with return result if needed، ترجع النتيجة لو انت احتجتها. ادي val name من نوع string، قلت بيساوي جون. حلو. طيب استخدمت البروبرتي بتاعتي name، وبعد كده قلت dot let، هexecute block only if name is not null، لو name مش ايه مش بنل. جواه قلت val formatted name، name اللي حصل له اعادة صياغة، equal it dot capitalize، يعني خلي لي النيم كله كابيتال. حلو. برنت لين، اطبع لي الفورماتد نيم وبسط له الفورماتد نيم. ان ذا اكزامبل، في المثال ده الليت فانكشن از يوزد، استخدمت تو بيرفورم اوبريشنز، عشان تنفذ عمليات اون ذا نانابل نالابل نيم فاريبل انسايد ذا لامدا اكسبريشن، جوه الايه اللامدا اكسبريشن اللي هي هنا ات. حلو. We access the non-null value، وصلت للقيمة اللي مش بنل باستخدام ال it keyword، وعملت capitalize it، خليت الحروف كلها capital. الformatted name is then printed، هيطبع الformat name. The let function provides a convenient way، طريقة جيدة to work with، عشان اتعامل او اشتغل مع nullable objects and perform operations، واعمل عليها عمليات in a safe and concise manner، بطريقة جيدة وآمنة. هنكمل بقية الأسئلة في الفيديو اللي جاي.